من القاهرة هنا القدس، تذكرة قطار من مصر لفلسطين سنة 1942. تعالوا نتعرف على الحكاية. دايماً بيقولوا من يحمل الماضي تتعثر خطاه، لكن في ماضي بنقوى بيه وبيعيد لينا الأمجاد. علشان كده حبينا نشارككم في ظل الأحداث المؤلمة حكاية قطار خرج من القاهرة ووصل القدس. سكك حديد فلسطين، واللي بتحكي تاريخ الدولتين وارتباطهم بالدول العربية، وكمان بتأكد انهم مش اشقاء على الخريطة وبس، لا ده كمان ليهم تاريخ في السكك الحديد اللي ربطت قطاع غزة بمصر وبلاد الشام قبل احتلال فلسطين سنة 1948، وقد ايه هم ايد واحدة كلهم وبتجمعهم مصالح مشتركة. الحكاية بدايتها كانت من تذكرة قطار عمرها اكتر من 80 سنة، واللي اعادت تاريخ الماضي بعد ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واللي كانت لرحلة من القاهرة للقدس، وبالتحديد يوم 19 فبراير سنة 1942، وكان سعر تذكرة القطر دي 2.5 جنيه، وده كان من خلال الخط الرئيسي للسكة الحديد، واللي كان بيمتد بطول 1050 كيلومتر من القنطرة في مصر إلى حيفا، ومنها إلى بيروت عاصمة لبنان. وبعد كده اتعمل فروع للخط ده خدمت بعض المناطق زي يافا والقدس وعكا ومرج بن عامر. خط سكة حديد القاهرة القدس أنشأه الإنجليز سنة 1920، واستمر في العمل 28 سنة، لكن تم إغلاقه سنة 1948، وده طبعا بسبب الكيان الصهيوني، وكان الهدف منه نقل الركاب والبضائع وكمان للخدمة العسكرية، واستخدمتها القوات البريطانية لنقل الوقود من مصر لدبابات الكيان الصهيوني بعد الحرب. وحاليا تهالك بعض محطات خط سكك حديد مصر القاهرة القدس واختفى معظمهم، والسكك الحديد فضلت شغالة لحد وقت قريب، لحد ما ظهر اللي ما يتسموش وعطلوا حركة القطارات في الاتجاهين بعد زيادة الحواجز والسدود بينهم على حساب الشعب الفلسطيني. وبعد انسحاب بريطانيا من مصر، أعلن الكيان الصهيوني استيلاءه على سكك حديد فلسطين سنة 1948، وكمان زودت خطوط ليها بحجة تنظيم خدمة القطارات من حيفا لتل أبيب ومنها للقدس سنة 1950، وكانت مدة الرحلة 4 ساعات. وعلشان الكيان الصهيوني عاوز يثبت تمكنه من مرور القطار بين حيفا وتل أبيب، وده من خلال إنها خلت محطة تل أبيب مركز للسكة الحديد بامتداد الشاطئ، وكمان محطة بئر السبع بقت مركز مهم على خط القاهرة القدس سنة 1956 بحجة تحسين وزيادة الخطوط. ولو بتسأل نفسك خط القطر ده راح فين؟ في جزء داخل مصر وبيتم تطويره وإعادة تأهيله، ومش بس كده، ده كمان هيتم إنشاء خطوط جديدة داخل سيناء، لكن الجزء الثاني للخط القديم اتدمر، خاصة محطات غزة والضفة الغربية وكذلك في سوريا، ما بقاش غير جزء صغير جدا لخط بيرت حيفا، أما الكيان الصهيوني توسعت في الخط بتاعها. وبكده فيديو النهاردة يكون انتهى، واستنونا فيديو جديد من أخبار عالم النقل.